احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعايه كامله وان احافظ على استقلال الوطن وسلامه اراضيه. مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعايه كامله وان احافظ على استقلال الوطن وسلامه اراضيه. سلامة أراضي. كويس. يسر لك الأمر ويعينك ويجعلك إن شاء الله مهما فعلت. وعقب أداء اليمين حرص رئيس محمد مرسي على التقاط صورة تذكارية مع حكومة الدكتور هشام قنديل بكامل تشكيلها.